إذاعة أسنى. هذا صوتكم، صوت إذاعة أسنى. صوت الأريتريين في كل مكان، صوت النضال من أجل الحق والسلام والديمقراطية والأمان. يأتيكم صوت أسنى كل جمعة في 8 مساء عبر الأثير، ويمكن لمستمعينا في أريتريا والمنطقة المجاورة يأتيكم الإرسال على الموجة القصيرة 19 متر باند، وبذبذبة مقدارها 15245 كيلو هيرتز. ويتابع صوت أسنة الإريتريين في الداخل والخارج عبر شبكة الإنترنت، حيث تبث البرامج على مدار الساعة، وذلك بالدخول على موقع الشبكة asenna.com. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. مستمعي إذاعة صوت أسنى في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مع تمنياتنا أن تقضوا أوقات طيبة عبر فقرات برامجنا لهذه الفترة، حيث سنبدأها كالعادة بالأخبار، ثم يلي ذلك قراءة التعليق على الأخبار لهذا اليوم، حيث اخترنا لكم مقاطع أو أجزاء من النداء الذي تقدم به الصحفي الكويتي المشهور صديق الشعب الإريتري منذ عهد الثورة الإريترية الأستاذ يوسف عبد الرحمن. ومن ثم سنقدم لكم اليوم الحلقة الثانية من ترجمة اللقاء الذي أجرته إذاعة أسنة مع المناضل سعيد الصالح مسؤول جهاز الأمن سابقا. متابعة طيبة أتمناها لكم. مستمعونا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذا اليوم، أستهلها بالعناوين: النظام في أريتريا ينفذ التدريب العسكري القسري على النساء والأمهات حتى سن 50 عاما، تذمر في أوساط الجيش وهروب متواصل لأفراده، مشروع قانون سوداني الإعدام والسجن 20 عاما لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر. الأنباء بالتفاصيل تأتيكم من إذاعة أسنة. أشارت مصادر أسنة إن نظام هيكدف الدكتاتوري بدأ في تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية في قطاع الميليشيات على النساء حتى سن 50، وإنه افتتح في هذا الإطار معسكر للتدريب العسكري القسري للأمهات في توكومبيا، وهي بلدة صغيرة في الجاش بركة. وتقول الأنباء الواردة بهذا الخصوص إن هذا البرنامج تم تنفيذه أولا في مدينة بارونتو قبل بضعة أسابيع، وإن السلطة القمعية التي تريد أن يعيش المجتمع تحت مخاوف الحرب وتهديدات الغزو الوهمي من الأعداء الوهميين تتهدد المواطنين بالترهيب والترغيب على الانضمام إلى الميليشيات، وإنها تستخدم التهديد بتطليق زوجاتهم في حالة منعهن من المشاركة في التدريب وحمل السلاح في جميع الحالات. وحذرت أيضا من أنها ستسحب رخص العمل والمتاجر ما لم يسمحوا لزوجاتهم بالتدريب العسكري الإلزامي. ويقول المراقبون إن معظم النساء اللائي زج بهن في الدفعات الأولى من برنامج الانضمام للتدريب العسكري هن من الأرامل أو اللائي أزواجهن في الخدمة الإلزامية منذ أكثر من 10 أعوام جنبا إلى جنب مع أبنائهم الذين بلغوا 18 من عمرهم أو أقل.
وإن هذه السياسات الإجرامية ستعمل بالمزيد من التدهور وعلى تفتيت أكثر للوضع الاجتماعي والأسري الذي أصلا هو في حالة انهيار تام بسبب الوضع غير المعهود الإنسانيا. وكان نظام الهيكدفة قد شرع منذ العام الماضي بعسكرة وتسليح كبار السن من الرجال حتى سن 70 سنة في جميع قرى ومدن البلاد بما في ذلك أثمر في تشكيلات ما يسمى الميليشيا. كما كان من أثار هذا البرنامج استخدام حامل السلاح في التهديد لمخالفيه في داخل مجتمعه، كما شجع أيضا بأن يستخدم في الاقتتال بين المسلحين أو أخذ الثأر القديم وخاصة في منطقة الجاش بركة والساحل، مما فتح المجال للانتزاع الباطل والحق تحت تهديد السلاح. أفادت مصادر موقع قبيل في معسكر اللاجئين الإريتريين بالشجراب إن 105 شاب وصلوا إليه أمس الأول وجميعهم من أفراد الجيش الإريتري، وذكروا إن حالة من السخط والتذمر تسود كافة قطاعات الجيش الإريتري، وأصبح الحديث جهرا في المعسكرات عن معاناتهم ورفض الأوضاع السائدة في إريتريا أمرا معتادا، بل إن بعض التشكيلات المتواجدة في مناطق الحدود باتت لا تعترض طريق الذين يغادرون البلاد، وذلك في ظل تصاعد عمليات الهروب وسط أفراد الجيش. وأكدوا في إفادتهم توقع تكرار محاولة حركة يناير الماضية مرة أخرى، خاصة وإن كافة المسرحيات الهزلية التي نظمت عرضها الجهات الأمنية التابعة لرأس السلطة القهرية لم تفلح في إقناع ودفع صغار الضباط وأفراد الجيش لإدانة زملائهم الذين شاركوا في حركة 21 يناير. سنت وزارة العدل السودانية مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2013 الذي نص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، واشتملت القوانين على عقوبات الإعدام والسجن 20 عاما ومصادرة وسيلة النقل المستعملة في الجريمة. واستعرض قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع المنصرم مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي قدمه وزير العدل محمد بشار دوسة، الذي يهدف لمكافحة كل أصناف الإتجار بالبشر، مشيرا إلى تجديد العقوبات لردع مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر. من جهة أخرى، بعثت حكومة ولاية كسلة بشرق السودان بخطاب شديد اللهجة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دعتهم خلاله لعدم تخطي الجهات الرسمية في ممارسة أنشطتها. ويأتي ذلك في أعقاب إقدام المفوضية على تمليك سيارتين لجهات أخرى بغرض المساهمة في مكافحة الإتجار بالبشر، الأمر الذي اعتبرته حكومة الولاية مخالفاً لميثاق عمل المنظمات الأجنبية وانتهاكاً لسيادة البلاد. وكان موقع عدوليس قد أورد الأسبوع الماضي إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سلمت شرطة ولاية كسلة سيارتين لغرض مكافحة الإتجار بالبشر. وكانت مفوضية اللاجئين الأممية قد وجهت انتقادات لحكومة كسلة في وقت سابق بالتصرف في سيارات حديثة سلمتها حكومة الولاية لجهات حكومية لا علاقة لها بمعتمدية شؤون اللاجئين السودانية. وقال مبارك مالك رئيس مجلس تنسيق المنظمات والعون الخارجي بالولاية في تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية إن المجلس لديه لوائح وقوانين لتنظيم نشاط المنظمات، وأوضح إن قضية الإتجار بالبشر تعتبر مسألة مرتبطة بالأمن القومي،
مؤكدا إن أمانة الحكومة أرسلت خطابا حذرت خلاله المفوضية السامية من تجاوز القوانين وعدم تمليك أي معنيات إلى جهات ليست لها علاقة بعملية المكافحة. وأضاف إن عملية مكافحة الإتجار التي تقوم بها اللجنة الأمنية التي يرأسها والي الولاية وعضوية الشرطة وجهاز الأمن والقوات المسلحة داعيا المفوضية إلى الالتزام بتسليم أي معنيات لمجلس تنسيق المنظمات ليقوم بتوزيعها على الجهات المعنية بعملية المكافحة. الخبر الأخير في هذه النشرة: وجهت الحكومة اليمنية ووزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ الإجراءات الضرورية مع أريتريا بشأن حادثة مقتل صياد يمني وجرح آخرين على يد القوات الأريترية الأسبوع الماضي. وأكدت الحكومة في اجتماعها قبل يومين برئاسة محمد السالم باسندوا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة وحماية الصيادين التقليديين والقوارب المرخصة من وزارة الثروة السمكية. وقتل الصياد عامر الناصر صغير وجرح آخرون والثلاثاء الماضي بالقرب من ميناء المخ غربا إثر فتح النار عليهم من قبل قوات أريتريا. هذا وكان قد أعلن عضو في حكومة الوفاق اليمني في وقت تعليق عضويته في مجلس الوزراء احتجاجا على ما اعتبره تقاعسا من قبل الحكومة اليمنية إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون من قبل البحرية الإريترية. فيما أبدت وزارة الثروة السمكية انزعاجها من الاعتداءات المتكررة للقوات البحرية الإريترية على الصيادين اليمنيين واحتجاز عدد منهم مع قواربهم. وقال شايف عز صقير وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء اليمني إن تعليق عضويته جاء على خلفية ما وصفه بالموقف الحكومي المتخاذل إزاء الاعتداءات المتكررة على الصيادين وقواربهم في المياه الإقليمية اليمنية من قبل السلطات الإريترية، ناهيك عن عدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بإطلاق سراح مئات الصيادين المحتجزين في إريتريا مع قواربهم والبالغة 851 قاربا والذين يتعرضون هناك لأبشع المعاملات غير الإنسانية. ويشكو الصيادون من تواصل مسلسل اعتداء قوات البحرية الإريترية عليهم في عمق المياه الإقليمية اليمنية، وكذلك تعرض المحتجزين منهم في إريتريا لأصناف من الانتهاكات الغير الإنسانية. فيما أبدت وزارة الثروة السمكية اليمنية انزعاجها من الاعتداءات المتكررة للقوات البحرية الإريترية على الصيادين اليمنيين واحتجاز عدد منهم مع قواربهم. وقالت الوزارة في بيان صحفي لها إن الصيادين اليمنيين عرضة لانتهاكات مستمرة من قبل القوات البحرية الإريترية، منوها إلى إن آخر تلك الاعتداءات تتمثل في إطلاق النار من أفراد في البحرية الإريترية على قارب الصيد في الثاني عشر من مارس الجاري، أدى إلى مقتل صياد يمني وإصابة عدد من الصيادين الآخرين، وهو ما يتنافى مع العلاقات بين الشعبين الجارين، مبديا استعدادها لعقد اجتماع استثنائي مع الجانب الإريتري لبحث أوضاع الصيادين ووضع المعالجات لها انسجاما مع روح العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. وكان تقرير نشر مؤخرا كشف عن حجم الخسائر التي تتكبدها اليمن نتيجة لأعمال القرصنة في البحر بنحو 200 مليون دولار خسائر سنويا. المستمعون الأكارم في كل مكان، بهذا النبأ نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
مستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. التعليق على الأخبار لهذا اليوم، اخترنا لكم مقاطع أو أجزاء من النداء الذي تقدم به الصحفي الكويتي المشهور صديق الشعب الإريتري منذ عهد الثورة الإريترية، ما كتبه كنداء إنساني للعالم وخاصة لأهل الكويت عن مأساة تهريب الإريتريين من أجل تجارة الأعضاء، وهو الأستاذ يوسف عبد الرحمن، حيث قال: أتوجه بالنداء إلى حكومات وشعوب العالم والمنظمات لإثارة هذا الملف الدموي، وأناشد لجان حقوق الإنسان في كل مكان لتبنيه. النظام الحاكم في إريتريا ضالع في هذه القضية الشائكة، لأنه يرحل الفارين من الجيش والأشخاص الذين يعتبرهم خطرا عليه، ويبلغ عنهم عصابات المتاجرة بالأعضاء لصالح إسرائيل. أصبح موضوع تهريب الإريتريين من أجل الابتزاز وتجارة الأعضاء حدثا متصدرا في وكالات الأنباء والصحافة والإعلام الإلكتروني، سواء من جانب المهتمين أو الباحثين أو من جانب رجال السياسة العرب والمسلمين والرأي العام العالمي. وهذا الاهتمام لم يقتصر على مستوى كل دولة على حدة، إنما أصبح هناك من يطرح هذه القضية الإنسانية الشائكة على مستوى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. ثم يضيف الأستاذ يوسف عبد الرحمن قائلا: تجسدت هذه المأساة الدامية في صورة مختلفة من الطرح، فمحطة بي بي سي طرحتها، وجريدة اليوم السابع والبلاد، ووكالة الأنباء الكبرى. غير أن اللافت للنظر إن النظام الحاكم في إريتريا المتفرد بالحكم والسلطة لا يعنيه هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وكأنه يعيش في كوكب غير الأرض، وكأن هؤلاء الضحايا ليسوا من إريتريا التي يحكمها بالحديد والنار، وهو أحد أبرز أسباب هجرتهم الدامية. والجدير بالذكر إن الرئيس أسياس أفورقي بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها التحقيق في هذه القضية كإبراء للذمة، وقال: إنني أتوجه بالنداء الحار المخلص لكل شعوب العالم، حكومات ومنظمات وأفرادا، للالتفات قليلا لما يحدث في هذا الملف، حيث تقوم حاليا تجارة أبي أعضاء الإريتريين الضعفاء المغدور بهم عبر صفقات مجهولة الهوية وعصابات محترفة جعلت من كل إريتري مهاجرا إلى تجارة رابحة لبيع أعضائهم عن طريق خدع وعوامل جذب وإغراءات من مصاصي الدماء الذين يستبيحون دماء الإريتريين وغيرهم في طريق الموت في المناطق الحدودية التي لها امتداد مع جغرافية إريتريا. إننا اليوم نفتح ملفا ساخنا لجريمة الفاعل فيها معروف، ويتمثل بالكيان اليهودي الصهيوني والعصابات التي تسيطر على ممرات التخوم الطويل على امتداد الوطن العربي. إنني أناشد اللجان الدولية لحقوق الإنسان فتح هذا الملف، وإنني أدعو اللجان العربية لحقوق الإنسان لفتح هذا الملف وإثارته محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا، وإنني أناشد اللجان الإسلامية والمنظمات الخاصة بحقوق الإنسان ببدء العمل لحماية هؤلاء الضحايا وإثارة قضيتهم. ثم يوجه الأستاذ يوسف عبد الرحمن خطابه إلى الإريتريين قائلا: أيها الإريتريون في المهجر في مشارق الأرض ومغاربها، إنكم تملكون اليوم سلاحا لا يقدر عليه أسياس أفورقي ولا عصابات مصاصي الدماء وتجارة الأعضاء. أتدرون ما هو؟ إنها شبكة الإنترنت العنكبوتية.
انشطوا عبرها ووصلوا هذه الرسالة للعالم الحر كي يشاهد ظلم الإنسان للإنسان. هناك قصة مأساوية طاحنة فضيحة تقشعر منها الأبدان، وفي هذا الملف الإريتري الجديد الذي يدين نظام أثمر قبل قيره لتقاعسه عن نصرة هؤلاء المظلومين الذين استبيحت دماءهم وأعضائهم على مرأى من هذا العالم المتحضر للأسف. هناك ضحايا ذبحهم الجوع وجرتهم الحاجة نحو الهجرة، وهناك جلادون تجار مصاصون للدماء الإريترية يبيعون مع الأعضاء لمن يدفع أكثر، وقد شجعهم السوق الإسرائيلي على هذه التجارة الخفية. هناك بشر، ونحن في الألفية الثالثة للميلاد، تباع أجسادهم كقطع غيار هنا وهناك، فمن يتحرك لنجدتهم وإنغازهم؟ ويقول عن أماكن الرصد المشؤوم: إنني كصحفي كويتي أوجه الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالأماكن التي يختفي فيها الإريتريون المهاجرون نحو المجهول، وهي الأراضي الحدودية المصرية والسودانية والليبية، فهناك تجارة قذرة قائمة تستغل حاجة هؤلاء المهاجرين الذين تجذبهم المغريات لتحسين أوضاعهم فيغامرون بالذهاب إلى هناك. وهناك طامتهم الكبرى حيث تعترضهم مع عصابات وقبائل معروفة بكل أنواع الممنوعات والمهربات من مخدرات وحتى بيع أعضاء المغدور بهم وحتى تسهيل دخول فتيات من جنسيات مختلفة لعرضهن في أسواق الدعارة. والتاجر الخفي في هذا المكان هو الكيان الإسرائيلي والعصابات التي تسيطر على هذه البربرية الشاسعة، فيحتجز هذا المسكين المهاجر ويبدو عليه المذاق: أدفع دية أطلق سراحك. ومن يدفع له آلاف الدولارات؟ يعذب وتؤخذ أعضاءه كقطع غيار بوجود أصحاب الخبرات من الجلادين الذين لهم خبرة في بتر الأعضاء، ثم ترسل هذه الأعضاء وسط حراسات مشددة وبطرق متقدمة طبيا للحفاظ عليها لمن يشتريها كقطع غيار بشرية، وأكثرها مزادا هو السوق الإسرائيلية. ويشكل الإريتريون الشريحة الكبرى من الضحايا، خاصة إن نظام أسياس أفورقي زاد الأمر سوءا عندما فرض التجنيد الإلزامي على المرأة المسلمة التي تفر ببدنها من مع أسرتها، فيكونون ضحايا لهذا النظام الجائر الذي ساهم إلى حد كبير في هجرة الشباب الذي يعاني من البطالة فيضطر إلى الهجرة القصرية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، انت بحلم بالغاكي لحقك الحلم، انت بحلم بالغاكي لحقك الحلم، انت قبلك في الفيافي كنت قبلك في الفيافي على الألم. بغني لك وبخر بك وعزك في جبيني، خربات وعزتك في جبيني، عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية، عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية. هيا انتي يا بلادي بلادي وخير وخير. We'll be right back.
بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. كنت بحلم بالغاكي ليلة حققت الحلم، كنت بحلم بالغاكي ليلة حققت الحلم. كنت قبلك في الفيافي على الألم، كنت قبلك في الفيافي سلم على الألم. أغني لك وبخربك وعزتك في جبيني، وعزتك في جبيني. عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية، عمروها يا شباب وابقوا عشرة على الوصية. قال يا انتي يا بلادي بلادي خير وخير، يا انت يا بلادي بلادي خير وخير. قال يا انت يا بلادي بلادي خير وخير. قال يا انت يا بلادي بلادي خير وخير. يا بلادي يا بلادي يا بلادي. كنت بحلم بالغاكي ليلة حققت الحلم، كنت بحلم بالغاكي ليلة حققت الحلم. كنت قبلك في الفيافي سلموا على الألم، كنت قبلك في الفيافي سلموا على الألم. بغني لك وبخر بك وعزتك في جبيني بلادي الخير والخير. قال يا انتي يا بلادي. المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم إليكم اليوم الحلقة الثانية من ترجمة اللقاء الذي أجرته أسنة مع المناضل سعيد صالح مسؤول جهاز الأمن الذي يعيش في فرنسا حاليا، وهذه الترجمة تمت من خلال فريق عمل موقع النهضة الإريترية على شبكة الإنترنت. وإليكم المدخل الذي نتعرف من خلاله على اللقاء. أولاً، سعيد صالح تبوأ مواقع هامة في جهاز حماية الثورة أثناء النضال وبعد التحرير، وقد عمل في منطقة هامبول مكتب الاقتصاد وأيضاً مكتب الأمن في حشقب حماة الثورة أي حلاوي الثورة وقسم التحقيقات في وزارة الداخلية. تأتي أهمية حديثه من أهمية موقعه وأيضا استعداده للحديث بوضوح وشفافية حول كافة المعلومات التي يعرفها، كما إنه ذكر اسمه الحقيقي وسمح بنشر صورته مما أعطي مصداقية حقيقية لروايته، كما إنه تطرق لأشياء معلومة ولكن مجهولة التفاصيل
وكشاهد عيان وثق أحداث كثيرة وهامة جدا، فاضحا الأساليب القذرة التي اتبعها أسياس وزبانيته في قهر وإذلال الشعب الإريتري وسرق مكتسبات ثورته. ومن أهم ما تناوله برأ حركة الجهاد الإريتري من كافة الجرائم التي كانت تقترف باسمه وتلفق عليه، وذكر الجهة التي قامت بالأمر، وبذلك كشف الحقيقة للشعب الإريتري وكافة القوى المحبة للسلام. وتقول شاهدة إن المناضل سعيد صالح وتوثيقه للمعلومات والحقائق وسرده لها بالأسماء والتواريخ ترقى لمستوى أدلة مادية دامغة تدين أسياس ونظامه ويعتمد بها أمام محكمة الجنايات الدولية. ويقول فريق النهضة الذي بذل كثيرا من الجهد في ترجمة اللقاء ولهمية الحديث ولكي تعم الفائدة رأينا تلخيص ونشر المقتطفات الهامة فيه، ويمكن الرجوع إلى الرابط في اليوتيوب لسماع الحوار كاملا. وإذ نشيد هنا بدور إذاعة أسنة والأستاذ أمانيل في هذا العمل الصحفي الهام، ونلفت النظر بأن الحوار كان باللغة التجرينية، ولأن الكثيرين من الناطقين بالتجرينية إن كانوا من ملتزمي النظام أو المعارضة يجهلون خفايا أمور كثيرة لممارسات النظام. ولأهمية الموضوع حاولنا تسهيل الأمر وترجمة أهم ما ورد فيه إلى اللغة العربية التي يفهمها كثيرون ممن لا يتحدثون التجرينية. المناضل سعيد صالح مسؤول جهاز الأمن سابقا يقول: لا يوجد شيء لم يقم به أسياس، ولكن يوجد الكثير الذي لا يعرفه الناس. إن بيتي ود أبرهام من الجنرالات الكبار مسجون منذ التحرير، يقول: الذي اعتقلني هو ملس وليس أسياس، لا نعرف السر بينهما، وقد تم اعتقاله أثناء العلاقات الحميمة بين النظامين. ويقول مضيفا: بمجرد ذكر اسم الجهاز يرتعد منه الجميع، لأن عددا كبيرا من المناضلين الشرفاء قضي عليهم، ومعلومات كثيرة عرفناها من السابقين، وكنا نعتقد بأنهم خائنين، ولكن بعد الاستقلال عرفنا الحقيقة المرة، وهي إنهم أبرياء وتمت تصفيتهم من أجل أهداف خبيثة. مواطنون مدنيون من داخل أريتريا فيهم شيوخ وشباب متعلمين وتجار، هؤلاء تهمتهم دعموا الجبهة، لقد كان هناك هدف محدد هو إنهاء كل شيء يخص الجبهة، لهذا تمت تصفيتهم. وعند السؤال عن سبب هذه التصفيات بلغنا بأنهم ضد أهداف تنظيمنا. ثم يضيف قائلا: الكثير من مواقع الاعتقال يقع في المنطقة الوسطى لجهاز حماية الثورة، اعتقل فيه مناضلون قدامى، ونحن حتى الآن لا نعرف أهداف هذا النظام، ولا أستطيع ذكر الأسماء لأن المساجين يعرفون بأرقام. وهناك حادثة لا تفارق خيالي، وهي رمضان آدم، له ابن جندي في حراسات السجون، لكن لا يعرف الابن بأن أباه مسجون وتحت حراسته، لأن المساجين بالأرقام. والد هذا المناضل قبع في السجن 4 أعوام تحت الأرض، وابنه يحرسه فوق الأرض ولا يعرف عنه شيئا. عرف عن والده بعد أن فارق الحياة في السجن، وتنادى الحراس بأن هناك أحد المساجين قد توفي وذكروا اسمه، ولكن ابنه لم يقم بأي إشارة تشير إلى أنه يعرف، لأنهم إذا عرفوا ذلك ستتم تصفية الابن فورا. وقال سعيد: عرفت عن هذا الموضوع لاحقا عندما وثق بي الابن وذكر لي هذه المأساة، علما بأن والده كان عاملا بسيطا في دكان صغير لم يقترف شيئا، بل لفقت له تهمة التعاون مع الفصائل الأخرى.
والآن إليكم مضابط الحوار. أسنى، هل تعرف أي معتقلين بالأسماء في مواقع الاعتقال في أسمرة؟ المناضل سعيد صالح، توجد أماكن كثيرة من السجون ومواقع التحقيق جزء منها وجدناها من أيام الإيطاليين وبعدها أثيوبيا. هذه المواقع مجهزة بأدوات التعذيب، وهذه الأدوات جزء منها من أيام أثيوبيا وجزء آخر جلبه النظام. أما أسماء بعض المعتقلين الذين أعرفهم، مثلا عنصر متهم من الجهاد، نأمن بتودد، أبراهام عبد يونس وحسن كيكية بالسرات، سفير سابق بألمانيا، روما زوجة هيلي درع ومجموعة 09، قسم جلب الأموال للحزب، شركة البحر الأحمر، أسجد زوجة سلمون، مريم عبدو زوجة محمد سعيد باري، سمري كستي أيضا كان هناك قبل هروبه، أيضا معلمو المعاهد قبل نقلهم إلى موقع آخر. جزءا منهم ماتوا هناك، وهناك موضوع أحد الشباب الذي لن يفارق مخيلتي أبدا، وهو الشاب إبراهيم محمد وعمره 19 عاما. بدلا من محاورته وتغيير أفكاره وقناعاته، عملوا على قتله وتهمته إنه عضو في حركة الجهاد، ووضعوا خطة لتصفية هذا الشاب اليافع. أبلغونا بأن صلاة العيد ستكون جماعية، وحوالي 250 شخصا صلينا معا، وأمنا هذا الشاب الذي تلا القرآن بطريقة جميلة أبكت كل المصلين. ويقول سعيد بأنه صلى معهم، وفي تلك اللحظة أيقن سعيد إن هذا الشاب سوف تتم تصفيته. وفعلا في اليوم التالي حضر أحد الأشخاص إلى السجن حوالي 10 ليلا وطلب مقابلة الشاب باعتباره قريبه. هذا الشخص كان يحمل رسالة، اعترض الحارس على الزيارة لأنها ليست هذه ساعة الزيارة الرسمية. أحد المحققين اسمه ودي كبديه أمر الحارس لكي تتم الزيارة. الشاب هو من قبيلة الساهو والزائر أيضا. أدخل الزائر إلى زنزانة الشاب، وبعد نصف ساعة خرج الزائر وأبلغ الحارس بأن زيارته انتهت وغادر موقع السجن. بعد ذلك حضر الحارس إلى زنزانة الشاب لكي يقفلها، فوجد الشاب ميتا. أبلغ الحارس ما حدث لإدارة السجن التي وجهت فورا الاتهام إلى الزائر واعتبرته ابن عمه وله مشكلة معه وانتقم منه. بذلك أسدل الستار على مسرحية النظام في تصفية الشاب. دائما النظام له سياسة، وهي عبارة عن المسلم يقتل أخيه المسلم والمسيحي يقتل أخيه المسيحي. دائما النظام قبل اتخاذ أي إجراء يجهز مسرحية لتنفيذ جريمته. الكل يعرف أسلوب النظام، ولكن الخوف هو الذي يمنعهم. حتى المسؤولون الكبار من الجنرالات يسجلون عليهم مواقف وفضائح يهددونهم بها. إذا تجد جنديا صغيرا في منطقة معينة، هو قناة الاتصال بمسؤولي النظام، يرفع تقاريره اليومية عن الجنرالات، فيكون مصيرهم في يد هذا الجندي. عموما أسلوب النظام معروف في تصفية المعتقلين، فمثلا شنقهم وتعليق الحبل ثم الإبلاغ عنهم بأنهم انتحروا. أسنى، كيف هرب سمري كستي رئيس اتحاد طلاب جامعة أسمرة سابقا؟ وهل تم تهريبه من قبل النظام حتى يستفاد منه، أم هرب بذاته؟ المناضل سعيد صالح، الذي هربه اسمه محاري، أعرف جيدا إنه ألبسه ملابس عسكرية وهربه. وسمري حاليا توقف عن النضال ضد النظام، ولا أعرف ما هو السبب.
فقد يمكن أن يكون باتفاق مع النظام أو أن يكون لدى النظام وثائق ضده. لا استبعد أي شيء من النظام، لأنه يستخدم الابن ضد أبيه ويتجسس الزوج على زوجته. أما لماذا توقف عن مقاومة النظام، فذلك يسأل عنه سمري كاستيل. أسنى، ماذا تفيد السجون لأسياس؟ المناضل سعيد صالح، كل المتعلمين أو القيادات والأبطال في السجن جراء التعذيب والأساليب القذرة تمحي شخصيتهم وتمسح عقليتهم حتى يتم التأكد بأنهم أصبحوا غير مفيدين حين يطلق سراحهم. أيضا له أسلوب آخر، هو إذا أردت أن تجهل المتعلم أسجنه مع 5 جهلاء، وبالتالي تفرض آراء الجهلاء عليه، وخلال فترة وجيزة يكون أجهل منهم. أسياس دائما ضد المتعلمين والعلم، ويحقد على المتعلمين ويعمل بكل الطرق لكي يمسحهم من الوجود. في عام 1995 أخذنا دورة أمنية أدارها خبراء أمنيون من هولندا. أهم ما تعلمناه فيها مثلا أن نقدم المتهم خلال 24 ساعة من اعتقاله إلى المحاكمة، والمحقق يطلب زيادة وقت للتحقيق إذ لم يكمل تحقيقه، ولا بد من موافقة القاضي. بعد إكمال الدورة أبلغنا أسياس في اجتماع تنويري بأن ما تعلمناه في هذه الدورة لا يعمل به في إريتريا، والدورة فقط للمعرفة وليس لكي نعمل بها، إذ لا يوجد أي قانون يحكمنا، وإن صحيفة الاتهام ونتائج التحقيق جاهزة، وما على المتهم إلا التوقيع عليها فقط. إلى حين تلك اللحظة يتم تعذيبه. أما قبل التحرير، التعذيب يتم ليس من أجل التوقيع على اعترافات جاهزة، إنما من أجل الاعتراف بتهمة ملفقة. وقبل إطلاق سراح المعتقل يجلس معه المحقق ويوجه إليه سؤالا: هل تعلمت شيئا من المدرسة؟ السجن اسمه مدرسة لديهم. فتقر بأنك تعلمت الكثير، ثم يوجه إليه تهديدا مباشرا بأن لا يذكر لأي شخص بأنه كان في المعتقل، أو يحكي شيئا مما شاهده أو عرفه في السجن، وإلا سوف يجلب خلال 24 ساعة. ثم يعصبون عينه ويدخلونه في سيارة مقفلة، ويجوبون به شوارع أسمر لمدة 3 أو 4 ساعات، ثم يرمونه في أقرب محطة مواصلات. فيعتقد المسجون بأنهم أحضروه من منطقة بعيدة، وهو لا يعرف بأنه كان في أحد المعتقلات الكثيرة عفوا في إحدى المعتقلات الكثيرة والمنتشرة في أسمرة. والأجهزة الأمنية في أسمرة عددها 4، وهي الأمن الرئاسي والأمن الوقائي والأمن الوطني وأمن البوليس الإريتري، كما إن كافة القطاعات العسكرية لها أجهزتها الأمنية، وإن كل جهاز يقوم بعمله بشكل منفرد، ولا يتدخل جهاز في عمل جهاز آخر. كما إن هناك سجون عدة في أنحاء البلاد وكلها تحت الأرض، وقد تم اختيار المناطق الحارة جدا كالسجون الرئيسية مثل وعو وغيرها، كما جهزوا حاويات كزنازين في صحراء دنكاليا. وأنا أجل
النظام في أريتريا ينفذ التدريب العسكري القسري على النساء والأمهات حتى سن 50 عاماً. تذمر في أوساط الجيش وهروب متواصل لأفراده. مشروع قانون سوداني الإعدام والسجن 20 عاماً لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. Oh,